ما اختلف شيء، اذا اختلف بان احنا ظروف مباراه مو طبيعيه، خطا من الحارس في بدايه الوقت، طرد من دقيقه 17. مو سهل الفريق يلعب بعشر لاعبين امام الشرطه مباراه مصيريه للفريقين، اليوم 70-75 دقيقه، مو سهل. رغم هذا يعني حاولنا جهد الامكان نتلافى الاخطاء بان ما يصير علينا جول بعد ثالث لمده 75 دقيقه بعشر لاعبين، نجحنا بهذا الشيء. لكن للاسف قله اللاعبين اللي عندنا محرومين، ثلاث لاعبين ضمن عليه جاسم للامام، ما خلى عندنا رده فعل قويه في المباراه الجويه. فانا اشوفها حسب الظروف اللي صارت، احنا ما اخفقنا اليوم لكن الظروف قاهرة. أنت تلعب أمام الشرطة بعشر لاعبين من الدقيقة 17، شيء مو سهل مو قليل. بدين على دوري المحترفين خصوصاً المدرب الأول مطلوب منه شهادة برو، شو استعدادك؟ أنا بالنسبة لي يعني لحد الآن أنا ما مرتبط بنادي لحد هاي اللحظة، ما عندي ارتباط معين بعد انتهاء العقد ويا الكهرباء. بعدها ممكن أقرر شنو اللي يخدمنا، ممكن نعمل تحت مستشار او ممكن ننتظر لحد ما ناخذ برو. يلا نعمل، ما عندي مشكله بالموضوع، انا ممكن انتظر واخذ البرو بالسنه القادمه، يلا اشتغل مو شرط. صلاح باقي معك لحد الان؟ لا، انا ما مرتبط باحد الى نهايه الموسم، والامور صعبه مو سهله. مشكلك علي جاسم خصوصا اليوم منتظرين مقر النادي، لكن لاعب تفاجئ بقراره، شنو ردك؟ ما عندي علم انا بالتفاصيل، لكن حسب ما هو بلغني قال هم ما مطيني خبر بان اليوم اجتماع، خابروني انا نايم وما مجهز حالي للروحه، قال تفاجئت. ما عندنا مشكله اللاعب هسه باكر اذا دعوه يروح.